قال وزير البترول طارق الملا إن الحكومة لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، بل ستقوم بتخفيضه فقط خلال 3 سنوات. وأضاف الملا أن خطة خفض الدعم تنتهي في العام 2019، وستظل الحكومة داعمة لأسعار الوقود حتى بعد تطبيق خطة التخفيض. وقامت مصر بزيادة أسعار المواد البترولية في شهر نوفمبر الماضي وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على قرض صندوق النقد الدولي بإجمالي 12 مليار دولار.